صراحة فرحنا بزاف، وديما المغرب وديما السبوعة اللي عندنا في الفرقة، وأتنا كتشوف في الأجواء جد رائعة وفرحانين من القلب ديالنا، وديما المغرب وفي عينين ذي الحسد، وإن شاء الله هنديو كأس العالم. وأنفسي أنفسي أنفسي ما تفرجتي، واخا نكون خدامة ما خداماتي غنتفرج. بيبا المغرب، واللي مطبوبة ماشي مغربي. فرحانين واحد الفرحة بزاف 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 ما كتوصفش. إن شاء الله يا ربي يا حبيب، أربعة بات اللي ماجي إن شاء الله 4-0 يا ربي يا حبيب. واحد الفرحة ما كتوصفش يا ربي، دائما هيدا يا ربي شي 4 يا ربي. كنشكر اللاعبين وكانوا في المستوى اليوم، تبارك الله عليهم الله يحفظهم، وما شاء الله عليهم هذا النهار، يعني هذا النهار والنهار ديال الحد والاربع اللي فات اليوم كانوا في المستوى الصراحة، تبارك الله عليهم يا ربي دائما هيدا يا ربي ديما مغرب. انا فرحانين بزاف بالمنتخب الوطني يتأهل مع منتخب كندا، فرحانين بزاف بزاف بزاف. ان شاء الله يديوها المغرب ان شاء الله منتخب الوطني. المغرب هاد مقابله وخاصه وسمشة، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعور ديالي صراحه انا سعيد جدا باللعابه وبالمدرب والد الركراكي، بصراحة هذه الفرحة لا توصف صراحة. ما عمرنا ما فرحنا مع المنتخب، ولكن هذه الفرحة والله العظيم غلبنا، وديما والد الركراكي، وإن شاء الله العزيمة والإرادة غنحققوا هذا، وإن شاء الله ديما المغرب. تحية الجامعة. احنا فرحانين بزاف تأهلنا وهذا الشعور هذايا، وخرجنا للشارع نفرحوا معاهم، وشكرا بزاف. الفوز ديالنا مبروك المنتخب المغربي بهذا الفوز هذايا، وديما مغاربة وديما مغاربة وعز المغاربة والقدم ديالنا. حاجة السلام عليكم. كنبغي نشكر هذا الجمهور كامل اللي خرج من بعد فوز المنتخب الوطني، الصراحة فرحونا غلبوا تأهلوا أول ثاني وديك تأهل. مهم أخوتي شكرا لأي واحد. السلام عليكم أخوتي، كنعطي واحد التحية للكراكي ومجهود اللاعبين اللي قدموا، وتحية لديما مغرب ديما مغرب. ان شاء الله ان شاء الله المونديال، ان شاء الله المغرب، ان شاء الله المغرب، ان شاء الله المغرب. تحيه للمغرب وهذا المنبر بيبا المغرب. بصفه عامه كنب على الشباب تطوان والجمهور التطواني كامل، فرحنا بهذا الغلب، وكنشكروا المدرب وليد الركراكي هو الاولي، وكنشكروا اللاعبين اللي قدموا واحد المجهود كبير، وغير هاد الفرحة ديال الجماهير بركة هي اللي فرحانة. حنا كنحيو المنتخب الوطني المغربي على ثلاثة ديال المباريات اللي قام بهم في هذا كأس العالم، كنحيوه جد بزاف. فالمباراة اللي قام بها الأولى فهي مباراة في مستوى، ولا مباراة الثانية كانوا الدراري كيتقاتلوا، فحنا معاهم حتى النهاية إن شاء الله. وتحية خاصة الرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فكان التغيير ديال خليل وجيت في الوقت المناسب للرجل المناسب الركراكي، فهو استطاع يكون واحد المجموعه اللي زاد بها القدام. فتحيه للركراكي، وتحيه للشعب المغربي والدول العربيه كامله اللي فرحت معنا، وشكرا للجامع. السلام عليكم. بغينا نقول لكم شكرا حيت غلبتونا المنتخب ديالنا، ارحم باباكم، وبغينا نديو المونديال خا ما نديوهاش. بيبا الدراري بيبا. شاد يقول لك فرحاني بهذا الغلب هذا، وهذه العامين ما العام اللي فات ما توافقناش مع البرتغال واسبانيا، وهذا العام بيبا الركراكي الركراكي من تطوان. الشارع عجبنا الحال وفرحانين لينا والشباب ديالنا وبناس كبار وصغار، راه مزيان بزاف فهمتي، راه فرحنا وكتجيبنا الغير على بلادنا فهمتي. قلت لك راه بخير وفرحنا، داك الشيء ما يتصورش بينا بالشباب ديالنا وولادنا ونساء ديالنا كل شيء، بلا الصغير بلا الكبير الحمد لله، اللهم لك الحمد. مره اخرى ان شاء الله نعاودوا لها وكثر عاد نعاودوا لها اكثر فهمتي. اليوم فرحانين بزاف، وكنتمنوا ان شاء الله في المقابله القادمه يقدموا اداء احسن من هذا، حيت في هذه المقابله هذه رجعوا لورا بزاف، وكنتمنوا كل التوفيق للمنتخب الوطني. تحيه للدراري السوبر.
اللي جا في المغرب يتسقلا، اللي جا في المغرب يتسقلا وبيبا المغرب. المغاربه لعبوا مزيان وتقاتلوا، ومدرب من فجهدو وملاعبيه كذلك تا هما عندهم اللي فجهدهم، ويبا مغاربه ويبا الدراري تطوان. تحياتي الدراري، شعور زوين، فرحونا، فرحوا المغاربه كاملين. ايوا ديما المغرب وديما كبروا. مبروك علينا الفوز اللي كان عن جدار استحقاقها، ماشي سهل تغلب على بلجيكا اللي تفوز النقيه الثانيه عالميا، وتغلب وتعادل مع كرواتيا اللي كانت هي وسطت كاع كاس العالم في النسخه اللي فاتت. ديما المغرب بيسكا باسا بيسكا سانتا مونتال. هو تسمى اليوم باردي دواع فرجونا والله العظيم. وبيبا موتا وديما موتا وبيبا الخاو دايما موتا دايما منتخب. كلاسيكو واعر اليوم الدراري ان شاء الله ايضا مع المانيا ان شاء الله. لا سلام منتخب المانيا احنا مسجد المانيا الله يحسن لازم وخشوه ان شاء الله. انا فرحانه بزاف واللي كراكي ببالو وان شاء الله ربي غنديوها احنا اللي غنديوها ان شاء الله. وهالطلعه اللي طلعت فيها فهاد الشام من اجل ولدي انوار كيحمق على الكره وكيموت عليها، وانا طلعت على السبه ديالو حيت هو مقبوط ما حضرش في هاد الاجواء هادية. وطلبوا لي ربي يطلق سراحو ومشى مظلوم الله ياخذ الحق يا ربي الحم عندي ان شاء الله. امين يا وليدي امين. السلام عليكم. كنشكر المنتخب ديالنا على هاد القتاليه اللي فيهم وهاد الروح اللي فيهم اللي فرحونا وديما فرحونا وكنأيدوهم. وبيبا المنتخب وبيبا الملاعبيه وبيبا تطوان وديما تطوان وبيبا المنتخب ان شاء الله كاس العالم ديالنا ان شاء الله عديوها ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.